اهلا بحضرتك من جديد، وما تخافش على الاهلي ايضا طالما الاهلي بيأدي الدور بكل مسؤوليه وينتظر الوفاء بالحقوق المعطله. لكن مع هذا يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه فتبينوا تاني، لان انا اذكر في حلقه سابقه كنا قلنا فتبينوا في دعوه للجميع في الوسط الاعلامي الى تذكر المبدا المهني المهم والواضح والصريح والاخلاقي، ضروره التبين والتوثق والتثبت من اي اخبار بتتقال، خاصه تمس ناس وتمس لعيبه وتمس علاقات بين الانديه وتمس حاجات كتيره قوي، والناس تستسهل ان هي تقولها ومش واخده بالها ان هي فعلا بتهز علاقات كبيره متينه. كان من ضمن هذه الامور يا باشمهندس ما راجع مؤخرا الحق الوحده الاماراتي هيخطف بيتسو موسيماني من الاهلي، وانتشرت وناس كتيره رغت وعادت وزادت وكتبت ونشرت وبرامج ناقشت ده، ومحدش تبين، محدش حاول، رغم ان الامارات مش بعيده والوسائل الاتصال ما هياش صعبه، والوحده الاماراتي عنده موقع رسمي وعنده ادارات مسؤوله تقدر تقول تاكد او تنفي. كابتن احمد شوبير الحقيقه تعرض لكل اللي اثير عن اتصالات الاهلي مع الوحده الاماراتي واراد ان يتبين من الوحده نفسهم. نشوفه. في اخبار كده دايما انا ببقى يعني مش مطمن لها، يعني لما يتقال ان نادي الوحده الاماراتي بيتفاوض مع موسيماني موافق، لكن لما يتقال وعرض 5 مليون دولار هنا مش موافق. لا، انت بتتكلم في 5 مليون دولار، انت بتتكلم في حوالي نص مليون دولار في الشهر مرتب، يعني ما عداش عليا الامر كده ببساطه يعني. وبالتالي فبعمل اتصالات، اولا هم عندهم مدرب محترم قوي تينكات، ده مدرب من المدربين الكبار. ثانيا مش ده البادجت بتاعهم، ده كده عالي قوي، الارقام دي كبيره جدا جدا على نادي الوحده، يعني مش هو نادي غني ونادي جميل وكل حاجه، لكنهم ما بيدفعوش الارقام دي ولا حتى غيره من الانديه، يعني ما بيدفعش 500,000 دولار مرتب لمدرب يعني هناك. فالموضوع اعتقد انه اترمى عن طريق حد من الوكلاء، اتصور كده يعني، ده تفسيري. موسيماني لسه عاده ينتهي بنهايه السيزون، في لعبه، في حاجه انا مش فاهمها يعني، في حاجه كده مش قادر افهمها بصراحه يعني. بس انا بقول لحضراتكم، خدت مصادر قريبه من اصحاب القرار في الامارات قالوا لي لا، في النادي الوحده ما بيفكروش بالشكل ده، بيفكروش بالطريقه دي. يعني في حاجة مش مفهومة، هي حاجة مش مفهومة مفهومة. في حاجة مش مفهومة مفهومة. مفهوم إن في ناس يهمها إنها تصطاد أي لحظة عشان تجسد إن في خلاف، طب عايز يدعم هذا الخلاف يبقى موسيماني بيدور على حتة تانية. واخد بالك؟ والأهلي في المقابل بيدور على حد تاني. فالكابتن شوبير لأنه مخضرم بيتحرى وبيروح للمصادر عشان يعرف حقيقة الأمور، فهي مش هتخرج زي ما بيقول عن شغل وكلاء وبعض مواقع السوشيال ميديا. طيب كابتن شوبير قال أكيد الوحدة مش هيسكتوا، عندهم آلية وعندهم فرصة وعندهم مسؤولين يقدروا يوضحوا. وقد كان الأستاذ راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة الإماراتي عمل فيديو يوضح فيه الموقف. هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولا صار فيه أي اتصال بيننا وبين أي شخص أو مدرب. احنا ثقتنا في مدربنا الحالي موجود ثقة كبيرة، وما عندنا أي نية لتعديل أو تغيير في أي شخص بالكادر التدريبي. والشخص هذا المدرب اللي تكلموا عنه هو مدرب بنادي الأهلي، وإحنا ما أعرف كيف يربطون بين أسماء مدربين أو أشخاص، ولكن إحنا لسنا على أي اتصال مع أي شخص أو مدرب غير مدربنا الحالي. هذا المدرب فقط في النادي الأهلي، وهو مدرب ونتمنى له النجاح ونتمنى النادي الأهلي النجاح، ولا لدينا أي نية في تغيير المدرب.
وأرجو أن لا تسمعون لكلام السماسرة ولكلام أي شخص ثاني، لأن الكلام المكتوب اللي تسرب كلام غير منطقي ولا له أي أساس من الصحة. فأرجو أن لا تشغلون بالكم في الموضوع هذا، وإحنا والله يعني هذه الأمور نحن صراحة هذه من الأخبار اللي الواحد يضحك عليها، لأن أمور يعني ما في واحد يفكر في بالتفكير هذا اللي موجود، يعني من مدرب في النادي الأهلي والله ويستلم مدري كم مبلغ ولا بيروح النادي الواحد بمبالغ مثل هذه. أرجو أن لا ننساق وراء الأخبار اللي ما لها أساس، وإحنا النادي الأهلي نكون لكل احترام وكل الأندية المصرية، وإذا عندنا نية نتكلم مع أي شخص في النادي الأهلي أو في نادي آخر راح نروح على طول على النادي ونتكلم معه، ولكن الأساس هذا لا أساس له من الصحة. وأرجو أن لا ندخل في مهاترات أو مزايدات على أي شخص. النادي الأهلي لكل الاحترام وأتمنى له التوفيق، وإن شاء الله المدرب هذا يتوفق معه، وشكرا جزيلا. طيب ثلاث ملاحظات أستاذ إبراهيم. تقديم أستاذ راشد الزغابي أنه رئيس شركة كرة القدم. لازم نتوقف أخوانا، الناس ليه طورت وليه اتحركت بسرعة؟ لأن هناك اتحاد فرض أسلوبه أنه يكون داعم للكرة مش لأندية ولا الأفراد، فقرر أن ينفذ تعليمات الاتحاد الدولي بدري بدري. فكل الأندية شركات. تمام. وهذا ما لم يفعله الاتحاد المصري الذي أنشأ الاتحاد الإفريقي وأعرق الاتحادات على مستوى العالم، واحد من أعرق الاتحادات، واللي كان الناس كلها بتتعلم من كوادره أصبح النهاردة يعلم ولا يريد أن يفعل الصواب. مفيش لا اتحاد جه سابق أو لجنة حالية خد السكة دي. وأنا بقول لك بكرة تسمع المشاكل، لأن أنت برضو جيت تطور، جيت تناقش، جيت تغير، ما عرفتش تعمل حاجة من خلال رابطة الأندية، لأن ما اشتغلتش الأول بالمانيوال وحطيت الاختصاصات وأنشأت الكيان عشان يبقى كل واحد ياخد ويجري. ما زلنا بالعلاقات بنوصل لنفس القرارات بنفس المنهج. طيب دي واحدة، ومش هنتكلم بقى في الشفافية المالية والتراخيص والعيب قوي قوي، ويمكن الاتحاد الدولي والله بيعين لنا اللجان لأنه شايف إن إحنا مش ملتزمين. طيب التانية إنه قال لك هو أنا مش نادي وعندي مصالحي، هو أنت ببساطة تطلع الإشاعات كده وكأنه عايز يقول اللي طلع الإشاعة هنا من مصر ألا تدرك إن أنا عندي أجهزتي وإن أنا داعم لأجهزتي شغالة، وإن أنتك بتصدر لي مشكلة بلا مبرر بالكذب اللي أنت بتقوله بالافتراءات والاختراعات اللي أنت بتقولها عشان تعمل مشكلة للنادي الأهلي، ما لا تكترس إنك بتصدر مشكلة أيضا لنادي الوحدة بمثل هذه الأخبار المدسوسة. وقال لا نية لنا في مناقشة هذا الأمر، لدينا أجهزتنا. النقطة الثالثة قال إحنا بنحترم الأندية كلها والعلاقات، ايه اللي يخليني اتفاوض مع مدرب شغال في نادي زي النادي الاهلي؟ هذا الكلام بيوضح ان احنا البعض عندنا يتنفس الكذب. للاسف الشديد، علشان فاكر ان دي شطاره وفهلوه ويقدر يعمل مشكله للنادي ما بيحبوش. هذا اسلوب يجب الحساب عليه. كفايه كفايه.